بعد 3 أسابيع على بدء القتال والقصف على قطاع غزة، النجمة العالمية أنجلينا جولي تكسر صمتها وتتحدث عن الانتهاكات والضحايا والنازحين، إلا أنها أغضبت جمهورها خصوصاً العربي. فما الذي قالته؟ أنجلينا نشرت رسالة عبر إنستغرام عبرت فيها عن غضبها لمقتل كل هؤلاء الأبرياء من المدنيين، مضيفة أنها تصلي من أجل العائلات التي تعاني من ألم غير محتمل. وتحدثت جولي عن مقتل الأطفال وتيتمهم ونزوحهم دون ماء أو طعام، وعن المساعدات الشحيحة التي وصلتهم، حيث وصفتها النجمة العالمية بنقطة في بحر. الحصار والقتل الذي يواجهه سكان قطاع غزة اعتبرته جولي عقاباً جماعياً، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار. أما بقية رسالة جولي فقد أغضبت جزءاً من متابعيها حين كشفت عن تعاطفها مع الشعب الإسرائيلي والرهائن والأطفال هناك، حيث اتهمها البعض بالمساواة بين الضحية والجلاد.